أم أميرة، أهلا وسهلا. عطلة، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. عاملة ايه يا بلاد عائلة؟ أنا كويسة حبيبتي. زي بعض الشيخ معايا؟ أيوة يا فندم، أهو اتفضلي. زي بعض، عايزة أسألك حاجة عن جوزي. اتفضلي. هو جوزي حلو وكويس، احنا متجوزين لنا 21 سنة دلوقتي. متجوزين بقالكوا 20 سنة؟ عمر ما شاء الله. المشكلة طيب؟ المشكلة دلوقتي ان هو كويس معانا وحلو في ولاده وحلو فينا، لو طلب العصفور جبهونا ويعمل كل جهده عشان يرضيه، ماشي. بس في الصلاه في الصوم مقصر، وانا قاعده تعبانه خالص واتكلمت كتير ورحت وجيت بيعمل ايه؟ كتير وقلت لحد ما كنت مقصر في هفصل الصلاة منه والصوم. برضه هو ماشي يا حبيبتي. يعني انت لما بتقولي له صلي بيقول لك ايه؟ بيقول لي ماشي وخلاص وما بيصليش. ولا حاضر ولا الجمعة، ولا الجمعة بيصلي؟ هي الجمعة بس، هي أيوة الجمعة الجمعة بس. بس. وبيصومش رمضان؟ لا لا، ما بيصومش رمضان لا لا لا، من يوم ما اتجوزتيه. ايوه كل سنه كل سنه بنتخانق على الموال ده وبزعل وبخرب الدنيا، ولادي بيزعلوا معايا برضو. حلو فين بقى انت عماله تقولي جوزك حلو؟ ايه حلاوته بقى؟ ايه الحلاوه بقى؟ فين الحلاوه دي؟ قصدي كلام مش بيزعلنا احنا في حاجه، يعني اللي عايزينه بيجيبوهولنا، بيشتغل علينا ليل ونهار، لو طول يجيب لنا اي حاجه بنا. يا بس ربنا، ما هو ما فيش بركه، مش هتلاقي فيه بركه، ما فيش بركه، عمر ما ايوه يبقى فيه بركه في الحياه والانسان بعيد عن ربنا. طبعا. استنى، انا بقى الوقت تعبانه في حاجه واحده، انا كل ما اقول للناس اتصل عني يقولوا حرام عليك عشان خاطر ولاد، فانا تعبانه قوي من ايام الموال ده، المشوار ده تعبني خالص. يعني مثل هذا الانسان لا يعاشر. يعني انا مش هقدر اقول لك خدي قرار الطلاق او عدم الطلاق، لكن انا في ظني انا ان مثل هذا ادعي له بقى، الانسان ادعي له ادعي لا، له. يعني ما حدش يعاشره ادام هو بيعصي الله بالطريقه دي. لكن لو في مرض ممكن نقول ماشي، لكن لا بيصلي ولا بيصوم كمان رمضان. يعني حتى الفرض بتاع ربنا اللي هو في الشهر في السنه مره كمان ما بيعملوش. لا يعني هذا انسان اسال الله ان يهديه وان يتوب عليه، وادعي له بالهدايه. وان شئت فارقتي فارقتي، ده حاجه ترجع لك انت يعني. لكن ومن حقك ان تمتنعي من، لان هي تمتنع تقول له انا اسفه ما مش هديك حقك. ليه؟ تقول له فين حق ربنا، ما انا معيش مع واحد فاسق بالطريقه دي، انت فاسق، انسان فاسق. هي مش هتقول له فاسق عشان هيقوم يموتها. تقول له انت ما بتديش حق ربنا، قوم عشان ربنا يبارك في حياتنا وبتاع. يعني تحاولي بقدر الامكان بالكلام الطيب معاه ان شاء الله ربنا يهدي. خلاص بقى يعني انتهت ومفيش لا مفر وبتاع، وعاوزه ادعي له بقى. تفرقي فرقي براحتك، دي حاجه ترجع لك يعني. ربنا يهديه انا بجد، بتعجب ربنا والله يهديه. من الناس اللي حاجة غريبة يعني لا جدا. تصلي ولا تصوم. كيف تكون حياتها؟ يعني حياتها عامله ازاي؟ بؤس ونكد وغم وهم فالمراه تعيش ليه بقى مع واحد فيه غم وهم وبتاع؟ لا تفارق احسن.